الجنرال في بيت الزعيم، الأغلبية تختم رسالة خامنئي، والكوفية تودع ظل سليماني. وأخيراً وصلنا إلى لحظة الحقيقة وصار اللعب على المكشوف. الرسائل الشفوية صارت مكتوبة والزيارات السرية أصبحت معلنة. فشن اللي صار بزيارة إسماعيل قاآني للحنانة البارحة؟ خلونا نتابع. حتى نفهم زيارة قاآني للسيد الصدر لازم نرجع شوية للوراء، وتحديداً لزيارة هادي العامري لمقتدى الصدر. بذاك اللقاء العامري اتفق مبدئياً على الالتحاق بقطار الأغلبية الوطنية، واتفق على هالشيء مع الصدر. وراها طار لأربيل مباشرة حتى ياخذ ضمانات من كاك مسعود بارزان. اللي صار بوقتها انه السيد نور المالكي عرف انه العامري ومن معه راح يلتحقون بالصدر. لهذا تحرك على السيد علي خامنئي وبعث له رسالة على أساس يستشيره بالموضوع. طلب رأيه بإمكانية ذهاب قسم من قوى الإطار مع الصدر من دونه. وكان يعرف أنه خامنئي ضد هذه الخطوة، وراح ينصح ببقائهم موحدين، لأنه ذهاب جزء من الإطار مع الصدر بمثابة شق للصف الشيعي. وبالفعل حسبها زين أبو أسرى، جاء الرد من خامنئي فوراً برفض أي خطوة من هالقبيل. قال لهم إما تروحون كلكم ويا حكومة الأغلبية أو تقاطعوها كلكم. بعد وصول نتيجة استفتاء خامنئي لقوى الإطار، هادي العامري شعر بالحرج واتصل بالسيد مقتدى واعتذر له. وهالتفصيلة ذكرها السيد بكلمته المتلفزة، ومع هذا أبقى الباب مفتوح لمن يحسن بهم الظن من قوى الإطار، بس باستثناء المالك. الآن نجي لزيارة قاآني البارحة للنجف، لنقول إنها استكمال لتلك التطورات واستعادة وتأكيد للموقف الإيراني، لكن هالمرة جاء برسالة مكتوبة من خامنئي سلمت بيد السيد مقتدى. رأي المرشد أنه من الأفضل للخندق الشيعي ألا يتفكك، وعلى السيد مقتدى أن يقبل قوى الإطار جميعها تحت عباءته، وبضمنهم نور المالكي. سيد مقتدى مجاوب قاآني شفويا بأنه ماضي بتشكيل حكومة الأغلبية الوطنية وبمشاركة أطراف من قوى الإطار، مو كلها، وتحديدا باستثناء السيد المالكي. قايل له احنا عندنا مشروع ونريد نتحمل مسؤوليته، ما أريد نكرر أخطاء الماضي، ودولة القانون خارج حساباتنا نهائياً. هذا اللي يتعلق بحكومة الأغلبية واستبعاد المالكي. أما عن مصالح إيران بالعراق فاللي عرفناه أنه قاآني طالب من السيد ضمانات بهالخصوص، ومركز على إمكانية تهديد إيران أو ضرب مفاعلها النووية انطلاقاً من العراق. السيد منطي ضمانات مؤكدة وقايل اطمئن، مصالح إيران بالعراق محفوظة ولن تضرب انطلاقاً من أراضينا. هسا النتيجة شنو؟ النتيجة أنه سيد مقتدى يعرف أن هناك أطراف من الإطار راح تلتحق به، لكنها محرجة أمام السيد الخامنئي. لهذا طالب من قاآني رفع الحرج عنها وإعطائها الضوء الأخضر
للالتحاق به. راح يصير هذا الشيء؟ كل المعطيات تؤكد انه هالشيء راح يصير. حكومة الأغلبية على بعد خطوة من التحقق، وسيناريو التحاق جزء من قوى الإطار بالصدر بانتظار الدخان الأبيض حتى تلتحق وهي مرتاحة الضمير. بالعادة وبيج حالات الدخان الأبيض كنا ننتظره ينطلق من بيت خامنئي، لكن هالمرة راح ننتظره من جهة الحنانة. هاي مفارقة، مفارقة وأول مرة تصير. عفي عليك سيد مكتب. يمه شقد حلو الدخان العراقي.